عايز اقول ان الجيش المفروض يعني يشد شويه، مش كل حاجه كل ما يطلبوا مطالب يلبيها. هو برنس البلد. حلو. الجيش هو برنس الجيش. الجيش حمينه، الجيش حمينه، حمينه من البلطجيه والحرميه. طيب اللي عايزين يعملوا مظاهره ضد المجلس العسكري يوم الجمعه؟ لا 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 لا، انا مش موافق على كده. على حاجه في ثوره الجمعه الجايه نازلها؟ لا طبعا. ليه؟ عشان الاستقرار، وعشان يعني مش على طول المطالب، يعني البلد خرب، الاقتصاد انهار، السياحه اتضربت، حنا انا اول واحد يخرب بيتي من ساعه المظاهرات دي، والله مش لاقي شغل ولا نيله، حالي واقف. اهم حاجه الناس تشتغل تستقر وما فيش مشاكل تبقى في البلد. ما فيش مثلا حاجه غاليه، عايزين حاجه تبقى رخيصه. مقدم على مكنه معوقين يا عم الحاج المواظب من شهر 2 لغايه وقت انا ما جاتنيش. بعد الثوره الكلام ده؟ مع الثوره في الثوره. الجمعه جايه ولا جاي ما تاكلش ولا الفقاويه اللي بتطلع. البلد واقعه. البلد ما فيهاش فلوس، هيجيبوا لكم منين طيب؟ اه بالظبط. والناس دلوقتي بتسيب شغلها بالطيب. منين؟ شركات اتسرحت عمالها وكل حاجه، الناس تعبانه، الناس عايزه تعيش. شعب غلبان. الحكومه بتاكل وبتشرب. يا باشا الحكومه بتاكل وبتشرب، احنا ما بتاكلش وبنشرب، احنا ما بنصرفش، احنا ما بنروحش. سبحانه وتعالى الشعب دوت والله العظيم ماشي بما يرضي الله. شعب غلبان 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 ماشي كده ببركة ربنا. كفاية على دماغي. أو يتعلم. لا لا هم ما يعرفوش الحرية. الشعب ده ما يعرفش الحرية. الشعب ده ما يعرفش الحرية. لو يعرف الحرية ما يرميش زبالة. ما يعملش ردش في الشوارع. ما يقفش صف تاني وصف تالت وصف رابع. ما يروحش لمال زي بلطك. ما يروحش ياخد حقي مش حقه. كان الأول ما يقدرش يعمل كده. النهارده انا بقفش فيك وانت بتقفش فيا عشان مفيش حكومه. مفيش حكومه. لا الحريه النظافه. اللي ما كنتش عارفه اعرفه. مش عاوزين كل يعني انت بتعمل مظاهره صح؟ انا عارف الجمعه الجايه دي مظاهره صح، بس مش وقتها يا سيدي. مش وقتها. مش وقتها. انت في ايه ولا في ايه؟ معلش مفيش حاجه. احنا عملنا كتير. ايه اللي حصل؟ هي كانت عروسه غلبان في الاخر. جدع اصلا احنا دايما الناس المبسوطين يعني اللي في مستوى عالي ما جرالهمش حاجه، احنا اللي جت علينا. مفيش. احنا عيشتنا زي ما هي، مفيش حاجه اتغيرت. يعني انت مع الاستقرار؟ يعني هو ان نقعد نستقر ما يبقاش فيه يعني هي جت على دماغنا البلطجيه الغلا زي ما هو. نشتغل وعايزين نشوف حالنا وعايزين مش عارفين نشتغل. انا فرد من الدوله مواطن اسمي سعيد عطوه محمد من الاماريه، عايز اكل عيش ممكن؟ بس معايا اربع بلاد عايز اربيهم ممكن؟ ولا اتحبس ولا اعمل ايه يعني؟ افهم اطلع اسرق؟ اطلع قاتل؟ ايه المطلوب يعني؟ انا عايز اكل عيش. عايز تاكل عيش؟ عايز البلد تبقى هاديه. يعني عاوز ثوره؟ لا مش عايز. مش عايز. طب انا عايز ايه؟ رايح المظاهره. فكره الناس اللي على النت ديت نص الشعب المصري اهو. انا راجل متعلم وما بعرفش اخش على النت ولا اعرف يعني ايه نت. والله العظيم عارف الفيسبوك ولا اعرف اسمع عنه خلاص، بس ما اعرفه والله ما اعرف اخش عليه. الفيسبوك ده اللي شالوا بيه الرايس. ما انا فاهم. ما هو النت 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 ده نص الشعب المصري مش بيتعلم. يبقى العيال اللي بتنزل البتاع دي بيمثل الشعب المصري؟ لا قولي اي حاجه. ما تعرفيش؟ يعني خلاص بقينا المفروض انتوا تجيلوا الحريه. ايه رايك في الثوره؟